20 من يونيو أمس، وقد شهدت مراكز ولاية الخرطوم الثلاثة ببحري والخرطوم درمان إقبال فاق التصور والتوقع، إذ أننا قد أكملنا حصة ولاية الخرطوم تماما بما تعادل 5184 فرصة تم إكمالها، وتم جدولة المتقدمين جميعهم لإكمال إجراءات خلال الثلاثة أيام المقبلة إن شاء الله. وبهذا نحن نطمئن الذين تم يعني جدولتهم في التواريخ المحددة أن الإجراءات ستكمل حسب ما هو محدد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل هذا الموسم هنا في السودان إجراءات، ويكمله إن شاء الله المملكة العربية السعودية خدمات سعيا نحو تحقيق الحج المبرور لحجاج ولاية الخرطوم إن شاء الله. هذا